الآن ينضم معنا من برلين السيد رضوان قاسم، مؤسس مركز مورغن للدراسات الاستراتيجية. سيد رضوان، أهلا بك على شاشة الغد. كيف يقرأ هذا المشهد اليوم؟ هل تم اغتيال بروجيجين أم أنه حادث عابر عادي؟ أولا اسمح لي أن أحييك وأحيي مشاهدي قناتك الكريمة. يعني حقيقة لا نستطيع من الآن أن نتخذ يعني قرارات أو رؤية معينة واضحة دون أن يتم التحقيق في هذا الموضوع، وخاصة أن هنالك الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام التي يمكن أن نضعها في هذا الحادث. أولا هنالك حدثين أساسيين أو بالأخرى خبرين أساسيين عندما يقال أن هنالك طائرتين، طائرة سقطت وطائرة حطت على الأرض بسلام، وهما يخصان يعني مسؤول أو صاحب فاغنر. ثانيا يقال أنه كان هنالك على متن هذه الطائرة 10 أشخاص، وجد منهم 8، أين الاثنين الباقون؟ ثالثا والسؤال الأهم، هل هو فعلا قتل مع هؤلاء الجماعات أم أنه غيب عن المشهد حتى يكون له دور مغيب فيما يخص في الأيام العمليات أو في الأحداث المقبلة لقوات فاغنر؟ هنالك العديد من الأسئلة، حتى يجب علينا أن نسأل من هم الذين كانوا على متن هذه الطائرة؟ هل كانوا من مؤيدي الانقلاب أو التمرد الذي حصل سابقا أم أنهم كانوا ضد هذا التمرد؟ هذه الأسئلة لم تتضح بعد، لا نستطيع أن نجزم حتى طيب. هذا، ولكن الواضح حتى اللحظة أن اسم بروجيجين كان ضمن قائمة الركاب. نعم هذا صحيح، وهذا أيضا مما يشكك أكثر فأكثر عندما يقال أن هذه المجموعة التي صعدت على الطائرة اسم فاغنر يعني كان موجودا على هذه الطائرة، لكن لم يتم الحصول على العثور على جثته. أين ذهب؟ أين الاثنين الذين لم يوجدوا حتى الآن؟ أضف إلى ذلك أن اختفاء هؤلاء له علامات استفهام كثيرة، حتى الآن لم تؤكد أي جهة رسمية بمقتل مسؤول فاغنر. يعني كلما في الأمر أنه هنالك حديث إعلامية، السيد بروجيجين لم يؤكد مقتله بشكل رسمي. لهذا السبب هنالك علامات استفهام، وإذا كان قتل وربما يعني هذا أمر طبيعي، كيف هو الحادث؟ هل هو حادث صاروخ كما قيل أنه ضرب بصاروخ روسي، أم حادث عطل فني في الطائرة؟ ولماذا بهذا التوقيت، حيث أنه منذ ساعات قليلة كان في إفريقيا ويقول أنني سأعيد مجد أو بالأحرى سيمدد مجد روسيا. يعني هنا من كان وراء هذا الحدث فيما لو قتل؟ هل هي روسيا التي تريد أن تؤدب من يتمرد عليها أم أن هنالك أطراف أخرى؟ من هو المستفيد من هذا؟ إذا ما تحدثنا حول أطراف أخرى، هنا ربما توجه أصابع الاتهام في المقام الأول إلى أوكرانيا. إذا ما ثبت أن أوكرانيا هي من قامت بذلك، ما رد الفعل برأيكم؟ يعني أولا علينا أن نعرف أنه حتى الآن لا أعتقد أن الأمور واضحة بهذا الشكل، لأنه إذا كانت أوكرانيا بالفعل فسيكون الرد كبير وكبير جدا لسببين رئيسيين. أولا المكان الذي سقطت فيه الطائرة، وهذا مكان مؤثر يعني على الأمن الاستراتيجي لروسيا، يعني من يسقط الطائرة في داخل روسيا بهذه الطريقة وبهذا المكان يعني قادر على إسقاط أي طائرة تدخل الأجواء الروسية. ثانيا إذا كانت أوكرانيا من قامت بهذا العمل، أي نوع من الأسلحة التي استخدمته، وما هي التي الأسلحة الصواريخ التي استخدمتها، ومن أين، من أي دولة؟ هل من الولايات المتحدة الأمريكية أم من حلف الناتو الأوروبيين؟ كل هذه يعني ترتب عليها أشياء كثيرة فيما بعد. لكن أنا لا أريد أن أستبق الأمور ولا أستعجل في خبر طالما أنه لم يؤكد حتى الآن، وأضع علامات شك كبيرة وكبيرة جدا حول مقتله، إذا كان فعلا قد قتل أم أنه غيب. إذا غيب ربما يكون، ولكن دعنا ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يأتينا وعلى لسان رويترز ونقلا عن إعلام تابع لمجموعة فاغنر، والذي يشير إلى مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين. هذا يعتبر إعلان من قبل وسيلة إعلام تابعة لمجموعة فاغنر ونقلا عن رويترز التي تحدثت حول مقتل قائد فاغنر يفغيني بريغوجين.
نعم صحيح صحيح، وأنا أتابع الإعلام ووكالات الأنباء باللحظة الأولى التي حدث فيها الحادث، وحتى موضع ريدوفكا العسكري الروسي بالبداية نفى مقتله ثم عاد وأكد مقتله. لهذا السبب أنا أقول أن هذه المسائل لا يستطيع الشخص أو التحليل أن يؤكد إذا كان من قتل أم غيب. إذا كان قتل ستتبين جثته، وسيكون من خلال التحقيق ستتبين من وراء هذا المقتل، أكان من الداخل الروسي أم من الخارج. فإذا كان من الخارج أوكرانيا أو غير أوكرانيا بالتأكيد سيكون له ارتدادات وخيمة طبعا، وسيكون الرد قاصم لأنه هذا يشكل خطر على الأمن القومي الروسي بشكل عام، أكان على صعيد الشخصي لهذا الرجل وتأثيره في الداخل الروسي، أو أكان على المكان الذي قتل فيه والطريقة التي قتل فيها. لهذا السبب بالتأكيد سيكون له ارتدادات كبيرة وكبيرة جدا. علينا أن ننتظر التحقيقات حتى يتأكد مقتله من قبل الجهات الرسمية. أشكرك شكرا جزيلا لك السيد رضوان قاسم، مؤسس مركز مروجن للدراسات الاستراتيجية، كنت معنا من برلين. شكرا جزيلا لك.